أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفي أبرز عناوينها. المواقع المحلية من موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يحاصرون قرية في ذمار بسبب مرض أحد الأهالي. ومن موقع عدن الغد: اشتباكات مسلحة في عدن لإنهاء خلاف بين مريض وحراسة مشفى. ومن الدي دبليو: من أخبارنا المنوعة، ترامب يزور مصنع كمامات ويرفض ارتداءها. تبادر إلى مسامع عناصر ميليشيا الحوثي وجود إصابة رجل بالتهابات صدرية في إحدى قرى ذمار، فماذا فعلت؟ ربما أرسلت أطباء كما يحدث في كل أنحاء العالم. لا، هذا لم يحدث، بل أرسلت قوات وحاصرت القرية. عنوان موقع المصدر أونلاين: عشرات المسلحين الحوثيين يطوقون قرية في ذمار بعد أنباء عن إصابات بكورونا. وقالت مصادر خاصة في محافظة ذمار إن ميليشيا الحوثي طوقت إحدى قرى مديرية ميفع عنس بعد أنباء عن إصابات بفيروس كورونا. أفادت المصادر أن ميليشيا الحوثي في ذمار نشرت عشرات المسلحين على مدخل قرية الحسول 12 كيلومتر شرق مدينة ذمار، ومنعت الأهالي من الخروج أو الدخول إلى القرية. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يتعاملون مع الوباء بصورة أمنية لا تمت للإجراءات المتبعة في العالم بصلة. وبحسب المصادر فإن الحوثيين لم يتخذوا أي إجراءات صحية تجاه المشتبه إصابتهم بالفيروس، كما لم يقدموا أي مستلزمات تساعد من الوقاية من الوباء. المسؤولون في الأنظمة الاستبدادية ينكرون وجود المرض والمرضى في أي مكان، لا يريدون تصديق أنهم أصيبوا، ويحافظون على مسافة للهروب دائما، وهكذا يتحول الإنكار إلى ظاهرة. الدكتورة سناء مبارك كتبت مقالا من واقع تجربتها في بلدان عدة وعملها كطبيبة، وقالت في جزء من هذا المقال: أحدهم كان يعاني من حمى وضيق في النفس. عندما عرضت على عائلته عمل صورة تشخيصية للرئة لأني أشك في إصابته بالتهاب رئوي ربما بسبب كورونا، ظنوا بأني لا أفهم في الطب. ثم عرض نفسه على طبيب آخر فأخبره أن الكتمة ومعها الحمى هي نتيجة طبيعية لانطفاء الكهرباء، وكان سعيدا بهذا التفسير الذي وجده منطقيا. ليست هذه المرة الأولى التي أواجه فيها موقفا كهذا أنا أترصده منذ بداية عملي. لاحظت خلال تجربتي في المستشفيات وبالتعامل مع كافة أنواع البشر في 3 قارات وأكثر من بلد أن تلك سمة مشتركة يتشارك فيها الجميع، ولكن بدرجات تعتمد في غالبيتها على الوعي. لا يحب الناس الطبيب الذي يقول الحقيقة أو يرفع من درجة القلق تجاه أي أمر، بل من يعطي التطمينات والوعد ولو كذبا. كان فرويد وابنته آنا قد سبق إلى هذه الملاحظة التي كتب عنها تحت بند الدفاعات النفسية التي يواجه بها الإنسان مخاوفه. في الطب النفسي يعرفون هذه الحالة بأنها آليات للدفاع النفسي ضد الحقائق التي لا يمكننا التعامل معها، وتحتوي على درجات من خداع الذات كلنا نلجأ لها عندما نواجه أمراً لا نريد تصديقه لأنه يحتوي على معلومات مؤلمة أو مهددة لسلامنا. أكثرها رضوخاً ربما هي فكرة الإنكار. الإنكار البسيط هو عندما يتم إنكار الحقيقة المؤلمة تماماً، ثم الحد الأدنى من الإنكار وهو عندما يتم الاعتراف بالحقيقة المؤلمة ولكن يتم التقليل من جديتها. ثم تنتقل حالة إنكار هذه في حال استمرار المحفز إلى مرحلة من العلقنة يبدأ فيها الشخص البحث عن مبررات لهذا الإنكار أو تسويغاً يجده منطقياً وقارب نجاة يهرب به من مواجهة الحقيقة العارية. نعم، هناك وباء ولكنه ليس كورونا. مستحيل أن يصل الوباء لبلد مغلق الحدود. تعاني عدن من أكثر من مشكلة، أبرزها الجانب الصحي المتدهور وارتفاع عدد الوفيات، لكن الميليشيا في المدينة رأي آخر، حيث تخوض حروبها بلا توقف وقد حدث فيها ما يثير الحزن والضحك. وعنون موقع عدن الغد: قوة مسلحة تحاصر شرطة القاهرة والأخيرة تصدر بيانا.
كيف حدث هذا؟ وفقا للموقع نشب أولا خلاف بين مريض وحراسة مستشفى النور في المدينة، ثم تطور الخلاف إلى مواجهة وتبادل إطلاق نار بين الشرطة وحراسة المشفى. ويضيف الموقع لاحقا تدخلت قوة وضربت حصارا على مقر الشرطة. الشرطة لجأت إلى أشهر شيء في المدينة في هذه الأيام وقامت بإصدار بيان نددت فيه بواقعة الحصار التي تعرضت له متهمة مالك المشفى بالاستعانة بالقوات ضدها. يستغل الطفل إبراهيم الزبيدي ورفيقه عبد الله موسم الشهر الكريم ليبيعا سلعتهم من تلك الحزم الملفوفة على أحضانهم، وينادون الناس بأنها، وكما قال الموقع بوست، مرضاة للرب ومطهرة للفم لتدر لهم بالمال البسيط كبساطتهم وبساطة بيئة أهل الحديدة. عود الأراك سواك الطبيعة تنتشر أسواقه وتجاره وزبائنه هنا في أسواق مأرب، يباع جملة وتجزئة خلال شهر رمضان الكريم. يحمل عبد الله ورفيقه الصغير بين أدرعهم حزمة من الأعواد قادمة من محافظة شبوة، اشتروها ليربحا من بيعها ويطهرا أفواه الصائمين اتباعا للسنة. إبراهيم وعبد الله لا يفترقان، يقفان في طريق البيع لترويج سلعتهم، يسد من خلال عملهم الفراغ الذي تركه أبوهم بدخلهم الضعيف لتعيش الأسرة مستورة الحال. عبد الله ورفيقه إبراهيم هم من مجمل 50 طفلا من أبناء الحديدة يستغلون موسم رمضان الذي يقبل الناس فيه على شراء واستخدام السواك، ويتوزعون على شوارع المحافظة وأسواقها المختلفة للبيع. عدن تذبح وأبناؤها يموتون، تحت هذا العنوان كتب فهد البرشاء مقاله المنشور في موقع عدن الغد ويقول: تزايدت حالات الوفيات بعدن التي تتضارب الأنباء حول سببها، وفاق عدد الوفيات الحد المعقول. الغريب في الأمر أن سلطات الأمر الواقع في عدن ومن بيدهم زمام الأمر لم يحركوا ساكناً حيال هذا الوباء المجهول والمعروف والذي يحصد أبناء عدن كل يوم ودون توقف، وكأن الأمر لا يعنيها، أو كأنها تنتظر المنقذ من كوكب آخر، أو تنتظر أن يلتفت لها العالم الذي بات هو الآخر منشغلاً تماماً بهذه الجائحة التي تحصد الأرواح ليل نهار. هل ينتظرون أن تغدو عدن خاوية على عروشها وأن يفتك المرض بجميع أبنائها وهم لا يزالون في صراعاتهم العقيمة ومكايداتهم السخيفة وممحكاتهم؟ عدن تذبح من الوريد إلى الوريد، وأبناؤها يتساقطون تباعا أمام هذا الوباء، والمقابر تستقبل العشرات بشكل يومي، والخوف يعم أرجاء الوطن من هذا الخطر الذي لم نعرف حقيقته ولم يستطع المتناحرون عمل حلول مثلى للحد منه. يا أيها الأخوة الأعداء، دعوا مشاكلكم جانبا، دعوا عداؤكم جانبا. عاصمة الصراع التي أحلتموها إلى كبش فداء تستغيث ويموت أبناؤها بصمت مخيف ورهيب، وأنتم لا حراك فيكم أو لكم. ألا يكفيكم أن الناس يدفعون ضريبة هذا التناحر والعداء ويتجرعون مرارته ليل نهار، وأنتم تفترشون الحرير وتسكنون المباني السامقة وتركبون السيارات الفارهة؟ صحيفة العربي الجديد تتابع ما يجري في جزيرة سقطرى وتعلق في إحدى صفحاتها: سلطات سقطرى اليمنية محاولة جر المحافظة للفوضى ستواجه بحزم. اتهمت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية اتهمت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بتنفيذ محاولة أخرى لجر المحافظة للعنف ونشر الفوضى والتخريب، وتوعدت بالتعامل معها بحزم. وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بسقطرى إن مجاميع مسلحة تابعة للميليشيا، ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، قامت بمحاولة اقتحام مبنى المحافظة في مدينة حديبو. وفيما وصفت تلك المحاولة بالفعل الأرعن، اعتبرت السلطات المحلية ما أقدم عليه أتباع الإمارات مخالفة صريحة ونقض لما التزم به المجلس الانتقالي. في وقت سابق من إعادة القوات المنهوبة من اللواء الأول مشاة بحري إلى مواقعها في اللواء وإنهاء المظاهر المسلحة وأسباب التوتر والالتزام بالنظام
والقانون، يقولون ما لا يفعلون. هكذا بدأ المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية التي زار رئيسها دونالد ترامب مصنعا للكمامات في أريزونا دون وضع كمامة على وجهه رغم توصية الحكومة الفيدرالية بوضع الكمامات. ووفقا لموقع ألماني عنوانه ترامب يزور مصنعا لإنتاج الكمامات دون وضع كمامة. وقال دي دبليو توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصنع لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا التي يأمل الفوز بأصواتها في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. غير أن ترامب المعروف عنه رفضه دائما وضع الكمامة على وجهه قام بالشيء ذاته في هذا المصنع متجاهلا يافطة إنذار كتب عليها وضع الكمامة ضروري في هذا الجناح. ودعما لترامب ظهر مدير المصنع أيضا دون كمامة فيما وضعها باقي الحاضرين. تجدر الإشارة أنه ومع الارتفاع الكارثي لعدد المصابين بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأعداد الوفيات التي فاقت 60,000، تشجع الحكومة الاتحادية مواطنيها على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار العدوى حتى وإن لم يعانوا من أي أعراض من أعراض فيروس كوفيد 19 الناجم عن المرض. القلم لا المدف، تحت هذا العنوان كتب صبري صديم ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: العالم لا يستطيع أن يحتمل حربا عالمية ثالثة خاصة بعد محنة كورونا، كما أن حروب الكون أثبتت فشلها في تحقيق السلم العالمي، بل أدت إلى اتساع الهوة بين فقراء العالم وأثريائه، وقادت إلى شرذمة الدول وفقر معظمها وولادة التطرف والتخلف والديكتاتورية فيها، وتراجع معدلات الدخل وزيادة البطالة والجوع والجهل والفقر. فلو وفرت البشرية ما دفعته في صناعة السلاح لصالح صناعة التعليم وصناعة الفرد المنتج لما كان العالم في الحال الذي نعيشه اليوم، وهو ذات العالم الذي أنتج أباطرة القتل والعنصرية والجشع والاستبداد. إن المال المخصص لشراء طائرة F-16 واحدة كاف لحل مشكلة الري في مصر، وثمن دبابة واحدة من نوع الميركافا لهو كاف لحل مشكلة التعليم في موريتانيا، بينما سعر صاروخ باتريوت الأمريكي كاف لإطعام اللاجئين في مخيمات البؤس حول العالم، والقائمة تطول. يقول عقلاء العالم اليوم بأن الفيروس قد أعاد البشرية إلى أبسط الأمور بعد أن غزت القمر واستحدثت حرب النجوم وأطلقت العنان لمنظومة العولمة وأجيال الاتصالات وثورة الإنترنت، حيث وجدت نفسها بأمس الحاجة لأن تعود إلى ممارسة الشيء الأبسط في حياتنا، ألا وهو غسل اليدين، خاصة بعد أن هزمها الفيروس لا يرى بالعين المجردة. وعليه وبعد كورونا فإن صوت البشر الصداح لابد وأن يهزم صوت تاجر السلاح، وفعل الناس المسحوقين لابد وأن يسحق صوت الجشعين الموتورين، ليصبح الكون منصة لحماية التعليم القويم، لا عودة لمساحة الشيطان الرجيم، شيطان الحروب والقتل والدمار والطمع. في صحيفة الغارديان يتحدث سيرهي بلوخي عن ضرورة التعاون الدولي لمكافحة وباء فيروس كورونا، ويقول الكاتب إن العالم أوقف كارثة تشيرنوبيل بالعمل معا، وأن فيروس كورونا يتطلب الشيء نفسه. يذكرني هذا الوباء بعدو غير مرئي مختلف. مرة أخرى العمل المنسق هو الاستجابة الفاعلة الوحيدة. واستعرض الكاتب وهو أستاذ في التاريخ في جامعة هارفارد التعاون العالمي لوقف تأثير كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا في عام 1986 في شهر مايو. وفي إشارة إلى وباء كورونا الحالي يقول سيرهي إن ما كان صحيحا في ذلك الحين لا يزال يبدو صحيحا اليوم. الكوارث لا تعرف حدودا بغض النظر عن عدد الجدران التي نحاول بناءها بيننا وبين بقية العالم. وفي صحيفة ديلي ميل يتابع مارتن سوميل الصراع المتصاعد بشأن مشروع عودة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويحذر الكاتب من الأضرار التي قد تلحق باللاعبين بسبب طمع الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة استئناف أنشطة كرة القدم قبل الأوان.
ويتساءل مارتن كيف يمكن لأي شخص أن يكون على يقين من تجاوز هذه الأزمة دون أضرار، ويشير الكاتب إلى الصعوبات التي تعرقل تدريب اللاعبين بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، معتبرا في تقرير ترجمته البي بي سي أن هذه البيئة غير ملائمة لأن تعلن عودة المنافسات في ظلها دون مخاطر الإحصاءات التي تشير إلى أن كوفيد 19 يصيب الرجال أكثر من النساء. ويتساءل التقرير كيف يمكن لأي شخص أن يكون على يقين من أنه سيعود إلى منزله وهو على ما يرام في ظل الحاجة إلى الاتصال الجسدي الوثيق خلال التدريب واللعب. توثق الصور اللحظات والمشاعر، وأحيانا كثيرة توصل الرسائل تعجز مئات وآلاف الكلمات والجمل التعبيرية عنها، منها هذه الصور التي تنشرها صحيفة الجارديان، نتابع جزءا منها. وقبل الختام نتابع عددا من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها سويا. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميلة ويامل أكحلي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.